لازم لو انا عايز اشغل كي 0.1 لما ادوس على المفتاح يا اما اقول له اما تكون اكبر من او يساوي 1 ملي سكند، ده حل، او لما تكون اكبر من 0 ده حل، او اقول له لما تكون دايس على الاي 0.1 ده حل. يعني ممكن احط هنا سيريز مع الاي 0.1، ما دوستش ما تشتغلش، لما ابدا ادوس ابدا اشتغل، اوكي؟ فكون داس على 0.1 فيبدا يشتغل، او ما يكونش 0، او مختلف عن 0، يعني عند 0 لا، اهم حاجه ما يكونش شغال عند 0، لان انا غصب عني في البدايه خالص التايمر قيمته 0، هو ليه يشتغل لوحده؟ لكن ما دام مش 0، ما دام مش 0، ما دام مش 0، ما دام مش 0 يبقى اشتغل، اوكي؟ تاني الغلطة ايه هي؟ المشكلة ان انا لما باجي اشغله قبل ما اشغله حتى بلاقي ده اشتغل لوحده، ليه؟ انا قايل له لما اكون اقل من ثانية اشتغل، طب ما هو كده كده من غير ما التايمر يقول يا هادي هو قيمته زيرو، صح؟ فقال لك خلاص بس كده مصلحة، الشرط متحقق، فقال لك ما دام زيرو اصغر من 1000 لو عمل ايه في 0.1 يشغلها، فممكن اقول له كده صحيح يكون اصغر من 1000 بس شرط استنى لما اكون انا عملت ايه؟ بدأت أشغل، أكون أنا دوست، ما دوستش ما تشغلش، ما دام ما دوستش ما بدأش يعد فما يشغلش، دوست بدأت يعد فيشغل. ستارت على الـ I0.1 يشغل الأخضر، الأخضر هيفضل شغال بس بعد زمن يبتدي يعمل معاه فلاشنج لون أصفر، بعد زمن يفصل ويشغل الأحمر، بعد زمن يفضل شغال ويعمل معاه فلاشنج تاني أصفر، بعد زمن يفصل ويعيد من أوله جديد. أوكي؟ بس معلش يعني لو أنت قول لي أقف لغاية ما أنت تقعد براحتك. ستارت اي 0.1 هيشغل كيو 0.1 اللي هو الاخضر، هيفضل شغال لمده زمن بس يزيد معاه بعد كده الاصفر فلاشنج، تمام؟ بعد زمن يروح فاصل الجزء ده كله ويرجع شغل الاحمر، الاحمر هيفضل شغال بعد زمن يزود معاه الفلاشنج، بعد كده يفصل كله ويرجع يتنقل جديد. اوكي هنعمله كام تايمر؟ تايمر واحد. يبقى شرط ما دام هنعمله بتايمر واحد يبقى لازم نقسم، يعني لو دول سنتين 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 هسميها 2 4 6 8، يعني نعملها كده بلون مختلف، ده كده 0 ثانية، ده كده 2 ثانية، 4 ثانية، 6 ثانية، 8 ثانية، تمام؟ لو عايزين نعمل الفلاشر، لو عايزين نعمل الفلاشر بنفس التايمر يبقى ممكن اقسم دي انترفلز، مش دي كأنها من سنتين لسنتين ونص، ومن دي 2.5 لـ3، من 3 لـ3.5، 3.5 لـ4، تمام؟ نفس الكلام هنا. من 6 لـ6.5، من 6.5 لـ7، من 7 لـ7.5، من 7.5 لـ8. هفهمك أنا عملت كده ليه دلوقتي. هقول لحضرتك حالا دلوقتي. برضه نفس الكلام، هدوس على الاي 0.1 يروح يشغل التايمر. تون تي مثلا 96، تمام. انا عايز اقول له كي 0.1 بيشتغل من كام لغايه كام؟ من 0 ل 4000، صح؟ من 0 ل 4000، لو في حد معترض يقول انه معترض. ها كي 0.1 بيشتغل من 0 لغايه 4000، صح؟ ماشي. أكبر من أو يساوي انتجر، طبعا قلنا صح أنا مش هينفع نعمل الحركة دي، نحط مكانها المفتاح على طول مثلا، صح؟ I 0.1 يكون أقل من أو يساوي انتجر 4000، تي 96 4000، كيو 0.1، تمام. الأصفر رخم شوية، خلينا في الأحمر الأول. كيو 0.3 بيشتغل من كام لكام؟ أكبر من أو يساوي انتجر تي 96 4000، عند ال 8000 هعمل إيه؟ أصغر من أو يساوي انتجر تي 96 8000، هيفصل ويعيد من الأول، صح؟ كده خلصنا 70% من البرنامج. طيب فاضل الجزء بتاع الفلاشر. الفلاشر هعمله بنفس الفكرة، هقول له من 2000 ل 2500 اشتغل،
من 3000 3500 اشتغل، من 6000 6500 اشتغل، من 7000 7500 اشتغل. اوكي يعني هعملها كده. جوه الرنجات دي يروح يشغل كيو 0.2. الرنجات دي ليها كام؟ 2000 كام؟ 2000 2500. ماشي 2000 2500 3000 3500 6000 6500 7000 7500. طبعا فوق المفتاح ده مكتوب تي 96. كده خلص البرنامج خلاص بالظبط. ليه؟ ماله؟ لا ما فرقتش، انا بس عشان رخم فخليته في الاخر. انا ما انا جاي لك في حته نتناقش نتناقش كله من الاول وجديد، من الاول وجديد كله. دوس التايمر بدا يعد. التايمر اخره معايا قد ايه؟ فعلا عن 8 ثواني هيخلص ويعيد من الاول. تمام. الكيو 0.1 الاخضر بيشتغل من 0 لغايه كام؟ 4000. فعلا بيشتغل تحت ال 4000 من اول ما ادوس، يعني من 0 ل 4000. كيو 0.3 من 4 لغايه 8، فعلا من 4 لغايه ما يفصل عند 8. اوكي الفلاشر بقى من 2 ل 2.5، من 2 ل 2.5، من 3 ل 3.5، من 3 ل 3.5، ثواني، من 6 ل 6.5 اهي، اكبر من 6 واصغر من 6.5، من 7 ل 7.5. طب الرينج اللي مش شغال فيه زي مثلا من 2.5 ل 3، مش هقول له حاجه، ما هو كده هيعمل ايه؟ ما هو ده ما قلتلوش هيفصل. اتفضل. اكبر من 6 ثواني وفي نفس الوقت ما يكونش عدى 6 ثواني ونص، يعني ماشي من 3 ثواني ل 3 ثواني ونص. 3 ثواني 3 ثواني ونص، يعني يشتغل نص ثانيه. يعني بالظبط اللي حصل في الرينج ده كده، عمل اون فكان احتفى عشان ما حدش قال له، ورجع عمل اون واحتفى اللي هي كده. اللي هو بالظبط ما دام ما قلتلوش حاجه هيطفي. اتفضل. ليه؟ لا يا باشمهندس مش شغال كده. ده توالي صح؟ عشان ده يشتغل لازم اتنين يكونوا ايه؟ كلوز عند الثانيتين. الثانيتين بتساوي ثانيتين؟ الثانيتين اصغر من ثانيتين ونص؟ فشغال. هل مش واحد بيشغل واحد بيفصل؟ لما يكسر الليمت ده هيفصل. هو مش فاهم حاجه. ده رينج يا باشمهندس. الرينج ده بيبدا من 2000 لغايه 2500. الاثنين متحققين، يعني جوه الرينج ده اكبر من 2000 واصغر من 2500 شغال. اقل من الرينج دوت يفصل، اكبر من الرينج دوت يفصل. فهمت قصدي يا باشمهندس؟ بس خلاص انا مش ما دام فهمنا بعض خلاص، عشان انا نفسي بتلخبط. تمام؟ اوكي طبعا كلهم هيبقوا 96 96 كلهم. في نقطة بس، الحل دوت على فكرة أنا عمري ما هعمله، أنا عملته كده بس عشان خاطر يبقى فهمنا الكومبير. الحل دوت حل خسارة فيه نسميه حتى حل، ليه؟ أنت متخيل لو ده بلي نور في 50 مرة هتعمل 50 بارلل 50 لاتش؟ الله يكون في عونك لو ناوي تعملها. تخيل لو دوت لما بتنور بتاعت ألارم لغاية ما المشكلة تتحل. المشكلة ممكن تاخد لها ساعة، هتقعد تعمل بقى بارلل قد إيه؟ ففي حل أفضل من ده اسمه سبيشال ميركر هنتكلم عنه. مش الفلاشر، الفلاشر شغال جوه الرينج دوت من 2000 ل 4000 ومن 6000 ل 8000.
بس كده بقى شغال بطريقه مستمره صح. احنا عايزين نعمل ايه؟ فلاشر. في مفتاح في البي ال سي جاهز بالشغلانه دي اسمه اس ام 0.5 سبيشال ميركر. هو ميركر بس مخصوص. شغلانته انه يعمل ايه؟ يفتح ويقفل كل نص ثانيه. كل نص ثانيه شغلانته انه يفتح ويقفل كل نص ثانيه. سبيشال ميركر كي ميركر مخصوص يعني. يعني ملوش كويل انا بعمله، هو جاهز متبرمج جوه البي ال سي مع السي بي يو كده. من اول ما تعمل راند للسي بي يو لغايه ما تطفيها بعد 50 60 سنه هو عمال يعمل فلاشنج مع نفسه، بس احنا ما حسيناش بيه عشان ما استخدمناهوش قبل كده. في منه كتير جدا هناخدهم بالتفصيل، بس مش عشان خاطر اس ام 0.5 بيفتح ويقفل في كل نص ثانيه يبقى معايا اس ام 0.6 بيعمل فلاشر، ممكن يكون بيعمل حاجه ثانيه خالص. هو سبيشال ميركر. يعني ايه سبيشال ميركر؟ يعني هنعرف ان في نقطه منهم مقفوله مدى الحياه، في نقطه منهم مفتوحه مدى الحياه، في نقطه منهم بتقفل 1 سايكل وتفتح 1 سايكل، في نقطه منهم بتقفل اول سايكل بس، في نقطه منهم بتقفل لما البطاريه تتفك من مكانها كي وهكذا كده. معناها حتى لو الانترفال كبر انا كل اللي هعمله هقول له ايه؟ هقول له من كذا لكذا، وهو مع نفسه هيعمل فلاشنج على طول. يعني لو انتوا بتجربوها على الكمبيوتر دلوقتي جربوها كده كده. البرنامج كله باربعه نتورك. ايه هو؟ ماله؟ مليان امكانيات طبعا، مليون طريقة. هو اكيد في تايمر، بس ممكن بالكمبير، ممكن بستر ست، ممكن باللادر العادي. اوكي سواء اي طريقة. انت اديته رينج قلت له اثناء من 2000 ل 4000 عد الاشاره، بس الاس ام زيرو عمال يعمل ايه؟ يفتح ويقفل، فالاشاره عماله تقطع وتيجي نص ثانيه. هو متبرمج جاهز اس ام 0.5 مفتاح عادي، وانت اكتبه كده. هو مفتاح عادي خالص، انت اللي هسميه اس ام 0.5. نص ثانيه اون نص ثانيه اوف. هو هيسميه كده ديوتي سايكل اوف هاف سكند اون هاف سكند اوف.